كلكلة 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 ايش انا انا ذا الحين صدق ما كان بيشتاعي قد ما في المقدمة طبعا ومستمتع، لكن عموما انا اليوم عاد افكر على ما قال بلوفي خارج الصندوق، ما عاد افعل شي عرض مسرحي وما عاد اجسد اي شخصية. عاد احكي لكم شوية عني. انا علي السعداني، انا شاب يمني عندي عائلة، صحيح انها مش غنية بس انها غنية، يعني مش غنية ماديا ولكنها غنية بأخلاقها وتعاملها وذوقها ومعتزب بدينها. أنا أعمل إلى آخر الليل، أعود إلى البيت وأنا مرهق ما يبعد التعب لا هذا تعال 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 حبيبي أسامة، هذا أخي طبعا، أشتيت لك أشتشتي ما ولدي معي عروسة عروسة ما قل لقيت ايش انا عذب انا عذب بوتي. ايوه هذا الذي شهر وانت بتشغلني اشتي بوتي اشتي بوتي، يلا روح العب خارج. امي الله يبارك فيها، ابي طبعا نايم. من أنتم منتظرين لحد ولا شيء؟ مالك؟ من أنت؟ من أنت؟ أخي أخي دل ضمني ما أباه، من أنت؟ ما تشتي؟ ماذا في يدك؟ ياي هذه قنبلة، انتبه انتبه ياي انبطحوا. أبا ما سامع سامع ما سامع ما أبا يا ناس يا جيران أخونا يا ناس يا ناس يا جيران ايش بنعمل؟ بنستنجد في الجيران يغيثوني. يا علي انت عارف ايش تعمل الان؟ يا علي ايش بين عمل؟ هذه خيانة يا علي. خيانة؟ تستنجد بالجار على اخوك؟ اخي اخي من اخي؟ اخي يجي يقتحم بيتي، اخي يجي يقتل ابي، اخي يجي يقتل امي، اخي يجي يقتل طفل ما بيشرع اي ذنب. اين الاخوة هذا؟ ايش انت اخي؟ نحل مشاكلنا بيننا، ليش تستعين بالخارجي وتستعين بالجيران على أخوك؟ هذه خيانة يا علي. خيانة؟ خيانة؟ ما شاء الله، عندما بنستعين بجيراني خيانة، وعند عندما دخلت مع الغرباء لبيتي واقتحمته وفجرته، ما هذا؟ هذا الذي معاك الغريب، هذا الذي في الغرفة، الذي بيأخذ كل شيء، ما بيعمل، ما تسميها وطنية؟ وهذا الذي بيلف من غرفة إلى غرفة بيجر كل فمي، ما تسميها فعل خير؟ والله هزلت هزلت. الذي يدافع عن دينه ويدافع عن نفسه يصيح القاتل، ليش؟ وعندما تمنع السارق من أنه يسرق بيتك يزعل، ليش تمنعه؟ أمس كانوا في البيت جارنا سوري، احرقوه دمروه
وقبله كان في بيتنا جارنا العراقي دمروه، وقبله كانوا في بيت جارنا اللبناني مزقوه وقطعوه، واليوم هو داخل بيتي يقتل أبي ويقتل أمي ويقتل الجميع. أتركوه علشان لا يقولش إننا عميل. والله إذا كان الدفاع عن الأرض وعن العرض وعن الدين عمالة فليشهد العالم كله إني عميل. أحسنت أحسنت، شكرا شكرا علي السعداني، دائم تبهرنا ما شاء الله عليك، العافية. روح أستاذ عايد تفضل. أبو هشام الله يعطيك العافية. الله يعافيك أستاذ ومبدع ما شاء الله تبارك الله. أنا لن أعلق، ما شاء الله رمزية المشهد رائعة جدا، وصلت شيء واضح أنه بحرقة وأداء رائع ما شاء الله تبارك الله. كان بس في تساؤل بسيط، المتحدث هل هو شخص محايد أم أنه هو الخصم؟ بشكل سريع بس أبو هشام، أباه ما أدري هل هي كلمة تستخدمونها في اللهجة عندكم أو أن المفروض أنك تقول أبتاه وليس أباه، إذا تقصد أنه أبي لا. أبي طبعا أنا علي السعداني، نتكلم علي السعداني اللي ضلع يجيب لكم نبذة كل طيب تفاصيل. زعلان أنت بس ما بيش له العربية يعني. الله يعطيك العافية. في شغلة أنا فعلا لاحظتها في البرنامج كامل، أنك اللهجة مقيدتك طبعا في المشهد هذا مبررة جدا، لكنهم في المشاهد السابقة كانت مقيدة لك اللهجة اليمنية، مع أننا كل الاحترام طبعا لا يفهم أنه مثلا ضد اللهجة، بالعكس نفتخر ونعتز بإخواننا وأشقائنا طبعا وأصدقائنا ومعلمينا وأساتذتنا من الجنسية اليمنية. أتمنى لك التوفيق، سعيد جدا 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 بالتعرف عليك والمشاركة معك، والله يوفقك. شكرا شكرا لك أستاذ مشعل تفضل. أداء حركة ممتاز، فكرة جميلة. أنا تلوين الصوت كان أحيانا كان مبالغ فيه، كان أوفر شوية، كان ممكن يطلع يكون أفضل. يعطيك العافية أستاذ عبد الله. باختصار أبهرني أستاذ علي ما شاء الله عليه. حقيقة أنا أصر التشويق والإثارة أخوك أسامة، كنت أتمنى أنه ما يكون بالنص تخطيته كثير الوالدة محافظتك عليها، أو سؤالك عن الوالدة بشكل دائما، الإنسان دائما أول شيء يسعى الوالدة دائما، فليتك حطيت عناصر الإثارة في الأمام على أساس أنه فعلا يكون فيه تشويق، لأنك فعلا وأنت تتحرك وطيت عليه أكثر مرة فجرحنا في المسرح، فأتمنى أن يكون بالشكل هذا. شكرا شكرا على التحكيم، شكرا على السعداني. والدي كانت تصلي ولذلك ما دخلتش عليها، وقد ناقشت هذا الموضوع. نسمع التحية على السعداني. شكرا شكرا على السعداني المشاركة الخامسة. مشاهدينا الكرام ننتقل للمشاركة السادسة في ليلة ختام كلكا، نتعرف على مقدم الفقرة، مقدم المشاركة بعد قليل في هذا التقرير. للوناسة والمرح أطياف ألوان الفرح، والصدر بالجمع انشرح، ما راح لم ولا سرح، لزارها هم وترح كل كلا.